وقرية ذراع القبور في بلدية سريات، السلطات والمصالح المعنية بتجسيد المشاريع التنموية، خاصة ما تعلق بتزويدهم بالمياه الشروب التي تنقطع عنهم لأيام بسبب ضعف تدفقها عبر الأحياء، بالإضافة إلى انقطاعات التيار الكهربائي الذي زاد من معاناتهم في فصل الصيف. المزيد مع سعيد هليكة. تريسيتي يا خويا راهي كارثة، راهي كارثة اللي ما عندهاش نظير، كلش في زد. تجيب شكارة تاع حليب تدق مع في الحانوت تدق عليها، من بعد تحطها تبزد. راهي معاناة البطالة قدام الحاجة والماء كلش صاي، رانا تحت الظل درك. الماء عندنا 6 أيام ما شربناش، احنا عندنا 6 أيام والفوق هذوك عندهم تقريبا 8 أيام، وكاين وين كيكون الماء احنا رانا ما نشربوش خلاص، ما يلحقناش الماء. ثالثا عندنا الكهرباء، الكهرباء وعنده 3 أيام. احنا المشكل تاعنا تاع العمارات هذو الماء ما يطلعناش بزاف، حتى لو يجي لهنا يجي 3 أيام 4 أيام ماشي لحقنا، واذا لحقنا ميم با ساعه ساعتين يروح.